واطي قوي، ما سابش واحده من اصحابي دول ما حاولش معاها. كتيره قوي كنت اقفشه بيلعب في مناخيره، اقول له بتعمل ايه يا عطيه، يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط صباعه في بقه يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات. هفضل مخلصه له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جانتي طلع ذوق، مات بدري الحمد لله. راجي هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت، كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعل آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم مهجة مهجة مهجة. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه، والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كولي ديامون يجنن يجنن سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اعملوا ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة بسرعة. حضرتك ما جاتش. راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقولك ايه، على بال ما اتطرق الستات دول انا حاصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ اربار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي. أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال، اجمدي يا مدام، اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده، يعني هو كان لغط كده بس. الله يرحمك عطية. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطية كالرجولة كالرجولة، طول عمره كان يحب الضحك والفرفشة. والله بس شهادة لله كان ذوق حلو، وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له غالية طاطا. والله كان يحب كلمة طاطا دي قوي، ده دلعه. طاطا اخبارك ايه طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميح كان انا محسن. قول لي ازيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت، طاطا راح، طاطا جيت، جيت اللي انت بنتك وحل. يا حبيبي يا هاشم. قهوه والبي بيرة ساعة.
محسن بهنداوي. سيادتك انا اسمي رأفت، شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها، عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله؟ احسن نفسي قوي. لا 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 لا، انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا لا لا، انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنه و... ها، بس بس حبيبي، بس يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. على هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزة؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجة سيادتك. امشي. هو كان فيه زي عطية، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عز غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه، الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك، بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي، لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اوروفار. اوروفار يا روحي. أورفار، مع السلامة، مع ألف سلامة، مع السلامة. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي. بونوي. رافض عينيا يا باشا، هات لنا بقى إزازة تانية عشان شكل القعدة كده هتطول شوية. ها؟ عينيا يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي آخد معاك صورة؟ أوي. أجيب الموبايل من جوه؟ أوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنة ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعد جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد، نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون، يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجه يا زفت، اطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ ما انا مش عارف اتكلم وانت عصبيه كده. تعالى اقعد، اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع أوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم، أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز أفرط فيها. أوكي يا محسن.